حدثنا معاذ بن فضاله حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت ابا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحه عشرين فخطبنا وقال اني اريت ليله القدر ثم انسيتها او نسيتها فالتمسوها في العشر الاواخر في الوتر واني رايت اني اسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعه فجاءت سحابه فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل واقيمت الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته